كدوزي نهارك في رمضان؟ كندوز نهاري صراحة صايمة، كيجي شي الجو صراحة، ولكن كنحاول نصبر ما كنخرج، بس ما نحاولش ندير جزافه اللي يعيوني يجيك نهار طويل. واش كترمضني في رمضان ولا لا؟ انا ما كنتعصبش لا في رمضان لا من غير رمضان، زعما دمي بارد ومعروفه جفاء بدمها البارد، زعما ما كتقلق ما كتعصب ما والو. واش كتفرجي في التلفزيون في رمضان ولا كنتي كتفرجي؟ شنو هو العمل المفضل عندك؟ شويه كنشوف لا تيلي في رمضان، بيان سور كنشوف الاعمال الرمضانيه ديال المغاربه تبارك الله كلهم زعما في مستوى زوين الحمد لله، وهذا شرف لينا انهم يديروا زعما اعمال كثيره وزوينه بهذا المستوى. هذا غادي نشوف بيان سور وعدي، وما نقدرش نجاوبك دابا حيت مازال ما عرفتش زعما الحاجات اللي كاينين هذا العام، فيكو هذا النهار الاول غادي بيان سور نشوف وعدي، واما حاجه اخرى مازال ما عرفتش غادي نشوف اكزاكتومون. شنو هي الشهيوه اللي عزيزه عليك وضروري تكون حاضره في الفطور في رمضان؟ كنبغي نشرب لي جو بزاف، وكتعجبني الحريره ولي سوب. شنو هو اطرف موقف طرا لك في رمضان؟ عقلي عليه، كانت ماما واحد ما طونت صمت، كانت عندي 6 طون، وفاش بغيت نفطر داروا لي ان براسلي ديال الذهب فمي، بس شربت حليب وكليت تمر، ما عرفتش علاش كانوا كيديروها ولكن ما عقلتش علاش قالوا لي كانوا داروها، تقاليد قالت مغربيه. شنو اللي حسن، رمضان زمان ولا رمضان ديال دابا؟ صراحة الأجواء الرمضانية المغربية كتجيني ما تبدلاتش بزاف، بالعكس بحال بحال. رمضان مبارك كريم، بس ما كيتمناو إن شاء الله يدخل عليهم بالصحة والسلامة وداك الشيء اللي كيتمناو في قلبهم، وكنقول لهم شوية الصبر مع الصيام وشوية الخاطر، وكنشكرهم بزاف على التتبع ديالهم ليا.